أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تصف المرأة بجانب زوجها في البيت في صلاة النافلة؟ وهل هذا خاص بالزوجة أم جميع المحارم؟ والله ظاهر الحديث الذي سمعنا أنها تصف خلف الرجل سواء كان زوجها أو محرمها، هذا هو ظاهر الأحاديث. لكن بعض الفقهاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمه أن تصف إلى جنبه، ولكن هذا يخالف ظاهر الأحاديث. نعم.